الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي لمصطفى الكاظمي مظهر محمد صالح إن الحديث عن وجود رواتب أو عن عدم وجود رواتب للموظفين للسنة القادمة هو جدل غير محسوم، رغم الحاجة لصرف الرواتب في حال عدم قرار الموازنة للعام المقبل أيضا. وأضاف صالح أنه من المفترض أن تكون هناك موازنة في كل عام، إلا أنه ليس هناك سياق أن تبقى الدولة لعدد من السنوات من دون موازنة، وهو شيء جديد شهدته الدولة، مضيفا أن عملية الصرف في حال احتاجت إلى تفسير قانوني فإن المحكمة الاتحادية يجب أن تتدخل لحسم هذا الأمر. نفى البنك المركزي في العراق وجود مساع لتغيير سعر صرف الدولار فيما حذر من عملية تدمير الاقتصاد واستقراره. وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري إن تعديل سعر صرف الدينار يتم بالاتفاق مع الحكومة في بغداد ولا توجد الآن مساع لتغييره. وحذر الياسري من الإجراءات مؤكدا أنه إذا ما تم ذلك سيدمر الاقتصاد والاستقرار، لأن التعاملات المالية والاقتصادية والمستثمرين بنوا مشاريعهم على السعر الجديد، ومن غير الصحيح السعي إلى تغيير سعر الصرف. أكدت محافظة ذي قار أن مشاريع صندوق إعمار المحافظة لم تدخل حيز الخدمة فيما حددت أسباب توقف مشروع الناصرية الكبير. وقال مدير مجاري ذي قار حيدر الأسدي إن المشاريع الخاصة بصندوق إعمار ذي قار لم تدخل حيز الخدمة إلى الآن، رغم أن نسب إنجازها وصلت إلى 70%، لكن لم يتم الاستفادة منها في السنة الحالية لأن أغلب المحطات والشبكات غير مكتملة 100%، مشيرا إلى أن مشروع الناصرية الكبير متوقف بسبب بعض التجاوزات على مواقع المحطات. ارتفع العجز التجاري في تونس إلى 5,830,000,000 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 11 مليار دينار أو ما يعادل 3,620,000,000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء، فإن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الكلي للمبادلات بلغ 5,830,000,000 دولار، وهو ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان. قال البنك الدولي إن وباء كورونا أدى إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع عالمياً. وأضاف البنك في تقرير له بعنوان الفقر والازدهار المشترك عام 2022 تصحيح المسار أن ما يقرب من 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد دفعوا إلى براثن الفقر المدقع بسبب الوباء، مشيرا إلى أن بلدا مثل الهند فيه 8 من كل 10 أشخاص، أي 79% من السكان دفعوا نحو الفقر في عام 2020. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.